يشاء القدر ان في 2022 ينزل موبايلين من شاومي والاثنين ينزلوا بنفس المواصفات تيبيكال. وانا بتكلم هنا عن البوكو اكس 4 برو والشاومي ريدمي نوت 11 برو. وهنا افتكرت فكره فيديو كنت عايز اعملها من زمان جدا، وهي ان انا عايز اقارن ما بين موبايل من سلسله البوكو مع موبايل من سلسله النوت، ونشوف فعلا هل في فرق طبقيه في شاومي. يعني هل مثلا بيعاملوا سلسله البوكو دي كانها فئه اقتصاديه مثلا وبيهتموش بيها؟ فبصراحه قلت طب ما نجرب الموبايلين مع بعض كده فتره، وخليني اقول لك انك هتنبهر في فيديو النهارده. المهم قبل ما نبدا في اي حاجه كده انساش لايكك وشيرك وسبسكرايبك الرايق، وتعالى نتكلم شويه. مبدئيا كده اول عنصر بيبان فيه الطبقيه هنا في شاومي وهي خامات الموبايلين دول. الموبايلين المفروض نازلين بنفس السعر، والموبايلين فيهم نفس الامكانيات، ليه ده يكون ظهره من البلاستيك وده ظهره من الازاز؟ ليه احس بفرق خامه رهيب بين الموبايلين دول؟ لا بجد انت لما تجرب الموبايلين دول كده مع بعض هتحس فعلا ان النوت 11 برو اشيك كده وافخم، والماتيريال بتاعته انضف كتير. ففعلا يا جماعه في فرق خامات رهيبه جدا بين الموبايلين دول. انا ما انكرش ان شكل البوكو اكس 4 برو حلو جدا، ولكن فعلا كخامات مش مهتمين بيه قد النوت 11 برو. لما تقلب الموبايلات على وشهم كده حرفيا انت مش هتعرف تفرق ده ايه وده ايه. ده بجد والله العظيم انا لو حد مسك الموبايلين دول كده بيقول لي انهي النوت وانهي البوكو مستحيل اعرف افرقهم. الموبايلين فعلا نسخه من بعض. النوت 11 برو جاي بشاشه سوبر اموليد، اما البوكو اكس 4 برو جاي بشاشه اموليد. هل في فرق في الالوان مثلا او اي حاجه؟ والله اطلاقا خالص. يعني حتى الريفرش ريت هم الاثنين 120 هرتز. خليني اقول لك ان الشاشتين بصراحه مثاليين في الموبايلين، كل حاجه ناعمه كده في الموبايلات، مش هتلاقي اي مشاكل خالص في الموبايلين. بص كده الشاشه في الموبايلين عامله ازاي، حرفيا مفيش فرق، فعلا ما تقدرش تفرق ما بينهم. كمان الموبايلين هنا جايين ضد ترطشه الميه والاتربه، معلومه تكاد تكون مش مفيده بس قلت اقولها لك. انا جاي افكرك بس ان بقى لينا كود جديد على noon.com اللي هو حكيمه. ببساطه شديده لو دخلت تشتري اي حاجه الفتره الجايه دي من على noon.com، واللي هو انت عايز تاخد خصم 50 جنيه زياده فوق كل الخصومات الموجوده على noon.com دلوقتي وانت بتشتري، اكتب حكيمه او حكيم او نون 41 او 42 او 43. اي كود من الخمسه دول هيديك 10% خصم فوق اي خصم موجود. يعني مثلا لو في خصم على المنتج اللي انت هتشتريه 70 60% مثلا، هيزيد عليه 10% كمان فوق الخصم ده لحد اقصى 50 جنيه طبعا. فتقدر تقسم الاوردر بتاعك على كذا اوردر، وقلت لكم الحوار ده قبل كده وناس كتير قوي استخدمته يعني. وطبعا التوصيل مجانا لحد قدام باب بيتك يعني. وكالعاده تحت في الديسكربشن هتلاقي سايب لك لينك لعروض كتيره جدا الاسبوع ده على noon.com. اي حاجه تيجي في دماغك هي موجوده على noon.com دلوقتي يعني. والحق اشتري يا نجم عشان بيقولوا الدولار هيغلى يعني. فانت لو مقرر تشتري حاجه انجز نفسك. بالنسبه بقى للبروسيسورز اللي في الموبايلين، الاثنين جايين بالسناب دراجون 695. طبعا انت المفروض ان انت تتفاجئ بقى وكده، واه يا نهار ابيض. انا قايل لك في اول فيديو ان الاثنين نفس المواصفات. المهم ان المعالج ده انا بصراحه حبيته شويه يعني مؤخرا في 2022 بعد ما شفنا معالجات ازبل من كده نزلت في الموبايلات. المعالج ده 6 نانومتر بيدعم ال 5G، وجاي معاه المعالج الرسومي الادرينو 619. اداء المعالج كاستخدام يومي ممتاز، مش هيعلق معاك في الموبايلات خالص، مفيش اي مشاكل خالص. المشكله هتكون في السوفت وير. انا مش عارف اقولها لك ازاي بصراحه، بس من اول يوم جربت فيه البوكو اكس 4 برو وانا حاسس بمشاكل في السوفت وير. حاسس ان الموبايل مش مستقر معايا، الهاردوير مش متناغم مع السوفت وير كده. والاحساس ده هيبان جدا لو انت فعلا جيت مكاني كده وبتجرب الموبايلين مع بعض. غير كده انا لو قعدت احلف لك من هنا للصبح مش هتصدقني. وحاسس ان استجابه النوت 11 برو وتنقله ما بين ابلكيشنز وفتح الابلكيشنز وقفلها والكلام ده كله، حاسس انه اسرع من الاكس 4 برو، ودي حاجه المفروض ما تحصلش يعني. ما ينفعش ان الاثنين بنفس المعالج ونفس الشاشه ونفس كل حاجه، ليه احس ان ده اسرع من ده؟ الموبايلين نازل عليهم الميو اي 13.0.2. خلينا نجرب سريعا نفتح نفس الابلكيشنز في الموبايلين في نفس الوقت ونشوف فعلا هل في فرق سرعه ما بينهم ولا لا. وعايز اقول لكم ان انا هجرب التست ده قدام الكاميرا دلوقتي حالا، انا فعلا ما رضيتش اجرب التست ده الا قدام الكاميرا، اتفاجئ معاكم. المفروض اللي نتوقعه ان الموبايلين يفتحوا في نفس الوقت كل الابلكيشن، لان الموبايلين جايين بنفس المواصفات. الموبايلين كده الابلكيشن مقفوله في الباك جراوند جوجل كروم. تيبيكال في نفس الوقت، فتح في نفس الثانيه فيسبوك. واو في نفس الثانيه فعلا. بلاي ستور فتح في نفس الثانيه. كتجربه سريعه كده الموبايلين تقريبا بيدخلوا في نفس الوقت كل الابلكيشنز، ودي حاجه متوقعه خلي بالك عادي، بس انا كنت حاسس ان النوت 11 برو هيفتح اسرع بصراحه. بس انا بقول لك كتجربه استخدام فعلا في مشاكل في السوفت وير هنا في البوكو اكس 4 برو. بس ده صدقني مش هيبان غير لما تقعد مكاني كده وتجرب الموبايلين في نفس الوقت وتقعد معاهم فتره طويله، هتبدا تلاقي ان الموبايل ده بيعلق اكتر شويه من النوت 11 برو. النقطه في الاستقرار فاهم، مش مستقر. بالنسبه لاداء الالعاب فالاثنين حرفيا متماسكين في كل حاجه يعني. طبعا هو نفس البروسيسور فهيديك نفس الاداء في الالعاب بنفس السيتنجز بتاعت الالعاب، يعني مثلا ببجي هتلعبها على اتش دي وفريم ريت هاي اخرك، او تجيبها على بالانسد وفريم ريت الترا. غير كده الموبايلين متماسكين في كل حاجه. كفايه كلام عن الاداء، وخلينا نتكلم شويه عن كاميرات الموبايلات هنا. وحرفيا ارقام الكاميرات هي هياها، الكاميرات في الموبايلين دول هم هماهم، سواء كاميرا خلفيه او كاميرا اماميه، نفس الميجا بكسل، نفس فتحه العدسه، نفس كل حاجه. خلينا نصور نفس الصور دلوقتي احنا قاعدين، دي صوره بالكاميرا الاماميه. خلينا نبص كده على الدنيا. في فرق سكين تونز طبعا رهيب جدا ما بين الموبايلين. الالوان هنا في البوكو اكس 4 برو مصفره شويه، الالوان في النوت 11 برو لا تحسها نيوترال كده فاهم، الوان تمام مظبوطه. كتفاصيل في الصور
فتقريبا هم همهم يعني. نفس الزوم في الموبايلين كده، مديك طبعا تفاصيل قليله جدا ومديك بكسلات خلاص. تقريبا هي نفس الصور بالظبط باستثناء معالجه الالوان مختلفه شويه، وعجباني اكتر معالجه الالوان في النوت 11 برو بشويه حلوين. كاميرا الخلفيه، الكاميرا الخلفيه فعلا مطلعه نفس الصور بالملي. ككاميرا انا حاسس ان الكاميرا الاماميه احسن شويه في النوت 11 برو من حيث معالجه الالوان، ودي حاجه انا مش عارف طالعه من ايه، ما تسالنيش روح اسال شاومي فاهم. يعني هم المفروض نفس الكاميرات ونفس السوفت وير ونفس كل حاجه، ايه اللي مخلي الصور تطلع هنا احلى انا مش عارف، ايه اللي يخلي فيه اصفرار شويه في الصور بتاعت البوكو انا برضو مش عارف. وخلي بالك قبل ما اصور الفيديو ده انا حطيت صور طلعتها من الموبايل ده ومن الموبايل ده على نفس الشاشه على شاشه البي سي، ودي نفس النتيجه بالظبط اللي انا شفتها، فانا مش عارف بصراحه ليه الفرق ده اصلا. بالنسبه للبطاريه في الموبايلين جايين بنفس البطاريه بالظبط، بطاريه 5000 ملي امبير اور، بطاريه تدعم شحن سريع 67 واط. ففعلا الفرق بين الموبايلين دول في حته البطاريه والشحن السريع وكده صعب قوي ان انا احدده فاهم. بعد كده خلينا نجرب السبيكرز في الموبايلين. المفروض الموبايلين جايين بسماعات ستيريو، فخلينا نجربها سريعا كده. انا هسيب الموبايلين في نفس البعد عن الميكروفون كده ونسمع مع بعض، نعلي صوت على الاخر. دلوقتي البوكو اللي شغال تمام، ده البوكو ده النوت. انا فعلا مش حاسس بفرق ولو ملي فاهم، انا فعلا وداني مش قادر احدد خالص. مش عارف انت لو حسيت بفرق قول لي في الكومنتس تحت، انا فعلا ما حسيتش بفرق. الموبايلين المفروض ان هم على نفس البعد من الميكروفون، فايا يكن اي واحد فيهم شغال انت المفروض تحدد الفرق لو سمعت فرق يعني. بنزل فينجر برينت، فهي جايه في زرار باور في الموبايلين وتقريبا بيفتحوا في نفس الوقت. تعالوا نجرب كده سريعا. البوكو علق سنه. خليني اقول لك ان شاومي كالعاده محترمه وحاطه لك المدخل 3.5 مللي بتاع السماعات، والموبايلين برضو تقدر تركب لهم شريحتين او شريحه وكارت ميموري. بالنسبه لتجربه الانبوكسنج بقى في الموبايلين، فهم نفس العلب حرفيا جواهم نفس الحاجات بالظبط. الاثنين جاي معاهم الشاحن 67 واط، الاثنين جاي معاهم جرابات الموبايلات بتاعتهم، والموبايلين كل موبايل فيهم جاي عليه سكرين بروتكتور عادي. بعد ما اتكلمنا عن كل حاجه في الموبايلين دول، خلينا نتكلم عن سعر كل موبايل فيهم. طبعا دلوقتي بتسال سعر الموبايلات دي كام في مصر دلوقتي. بالنسبه للنوت 11 برو 5G فسعر النسخه ال 6128 7700 جنيه، ده رسمي من شاومي، وممكن تلاقيه اقل من كده بالسوق. نفس الكلام الاكس 4 برو تقريبا اغلى منه 100 جنيه او 200 جنيه، مش عارف ليه سعره في مصر انه اغلى مع ان بره مصر هو العكس. الاكس 4 برو ارخص من النوت 11 برو 5G. وبالنسبه للاكس 4 برو فالنسخه ال 8256 سعرها 8400 جنيه، ممكن تحفرك وتجيبها اقل من كده شويه، وده نفس الكلام بالظبط مع النسخه ال 8256 بتاعه النوت 11 برو 5G. سعرهم بالدولار كده بيتراوح ما بين 400 ل 430 دولار، ده هنا في مصر، انما ما بره مصر تقريبا ارخص بتاع 1500 ولا حاجه. تيجي تقول لي بقى حكيم، طب ها بعد ما قارنا بين الموبايلين انت شايف ايه؟ بص اقول لك وجهه نظري الخاصه جدا جدا يعني، وبعد ما جربت الموبايلين فعلا مع بعض، انا عايز اقول لك البوكو اكس 4 برو بجد كان طالع من علبته بيعلق، وقعد كذا يوم في مشاكل معايا، ففعلا تجربتي مع الموبايل ده ما كانتش احسن حاجه، انا ما استمتعتش بيه جدا. وانت لو مكاني واشتريت الموبايل ده كموبايلك الشخصي هتتضايق فاهم، لما طلع موبايلك من العلبه وتلاقيه بيعلق، وانت عندك موبايل تقريبا بنفس المواصفات ومن نفس الشركه ومديك خامات من الازاز بقى وملمس بريميوم، فعلا مش هتلاقيه في اي موبايل تاني فاهم. لا بجد النوت 11 برو متفوق جدا في حته الخامات دي، الموبايل ممتاز يعني. حتى في الكاميرا انا حاسس الكاميرا الاماميه في النوت 11 برو كانت بتطلع صور احسن شويه من بوكو اكس 4 برو، ومش بس في الصوره اللي انا لسه متصورها واحنا بنصور الفيديو دلوقتي، لا ده كمان وانا بحضر الفيديو بصيت على الصور بتاعت الموبايلين دول كلها، لقيت فعلا النوت 11 برو كان متفوق في حاجات كتير. فانا مش عارف ليه الاحساس ده عندي، بس انا شايف ان فئه النوت من شاومي عليها اهتمام اكتر من فئه البوكو من شاومي، واللي هو حرفيا مفيش فرق ما بين الموبايلين. طب انتوا ليه نازلين موبايلين؟ وليه الاقي نسخه احسن من نسخه في حاجات بسيطه زي مثلا الخامات وشويه حاجات كده حبشتكنات فاهم، وانا بستخدمه واحس انه مستقر اكتر والجو ده. بس ما علينا، دي شاومي وهي اللي بتعمل الحاجات الغريبه دي. المهم يا جدعان عندك الراي بعد ما جربت الموبايلين دول مع بعض لمده اسبوعين تقريبا، مستني كده اعرف رايك انت في الكومنتس تحت، حتى لو عكس في الراي او معايا قول لي رايك كده كده. بس كده يعني في الفيديو بكره عجبكم تبقى لايك شير سبسكرايب، راح نتكلم على الشكل الكبير ولكن اخر فيديو جديد. بيس.